الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم حنكمل اللي هو موديول 4.2 4.3. بس بالأول في أجاني سؤال عن موضوع المين كاسيت. المين كاسيت، ف واحدة من الطالبات حكت لي إنها بدها إكزامبل محلول، فهون أنا حطيت إكزامبل، وهي البروسيجر إن شاء الله بسيطة. يعني المهم إحنا نفهم إيش معنى المين كاسيت، وبعدين بكون أمور الحل سهل، يعني تطبيق مباشر. فزي ما حكينا بالمين كات سيت، احنا بكون في عنا ريلايبيليتي بلوك دايجرام زي اللي كان في الاكزامبل عندنا موجود هناك، او زي مثلا الاكزامبل اللي موجود عندنا هنا. اوكي، فعندنا انبوت واوتبوت، وفي عندنا مجموعه كومبوننتس بتوصل الباث بين الانبوت والاوتبوت. اوكي، فمثلا هون عندنا السيستم فيه 9 كومبوننتس موزعات بهذا الشكل. اوكي، طبعا الكومبوننتس ايدنتيكال، اللي هم المين اب تايم اوف 20 دايز. من المين اب تايم زي ما حكينا بنقدر نجيب اللي هي الفيلر ريت، وعندنا المين داون تايم اللي هو 4 اورز بنجيب منه الريبير ريت. فبدنا نطلع الباور او البروبابيلتي اوف فيلر والفريكوانسي اوف فيلر السكند ابر باوند. نطلع السكند ابر باوند للبروبابيلتي اوف فيلر والفريكوانسي اوف فيلر، طبعا عن طريق المين كات سيت. عن طريق المين كات سيت، اول خطوه واهم شيء عندنا في المين كات سيت ان نعرف شو هم او نحدد شو هم الكات سيت او المينيمم كات سيت مشان نبلش نحل. يعني هاي هي الخطوه هاي الرئيسيه واهم خطوه في موضوع المين كات سيت. فزي ما حكينا احنا المره الماضيه، المين كات سيت هي المينيمم نمبر اوف كومبوننتس الفيلر تبعهم والكوز السيستم فيلر. اوكي، وقلنا ما بيكون ما بصير يكون عندنا كات سيت او كات سيت اذا كان فيها جزء منها كات سيت، هاي ثلاث تعتبر مينيمم كات سيت، تعتبر كات سيت جاست. اوكي، ف يعني المفروض انه ما بيكون عندنا الكات سيت المينيمم كات سيت تحتوي كات سيت ثانيه. فلو اجينا نطلع هنا كيف احنا ممكن نفصل الاوتبوت على الانبوت. اول شيء لو اخذنا، يعني نبلش من الانبوت، عندنا لو اخذنا 1 و2 3 هاي كات سيت اولى، اذا هذول الثلاثه كانوا داون السيستم حيكون داون. اما اي واحده فيهم اب، سواء واحد او اثنين او ثلاثه، فبيكون عندنا باث بتوين الانبوت والاوتبوت. اوكي، الكات ست الثانيه اللي هي حتكون 4. اوكي، لانه برضو 4 اذا كانت داون السيستم حيكون داون. اوكي، هسا مثلا هل بصير احكي انه 1 و4 مثلا كات ست؟ يا 1 و4 it is a cut set but it's not a minimum cut set. ليش؟ لانه 4 لحالها cut set، واحنا قلنا ما بصير اني اجي انا مثلا احكي 1 و4 هم minimum cut set. هم cut set yes، لانه اذا كانوا 1 و4 داون السيستم داون، لانها 4 داون اوريدي، فطالما 4 داون السيستم داون. بس طالما انها 4 لحالها minimum cut set، معناته انا ما بقدر احكي انه 1 و4 it's a minimum cut set. اوكي، بنكمل على بعدها. عندنا 5 و6 اذا كانوا داون برضه السيستم حيكون داون، و8 و9 برضه اذا كانوا داون السيستم برضه حيكون داون. اذا صار لحد عندنا 1 و2 و3، هاي اول كات سيت. الكات سيت الثانيه او المينيمم كات سيت اللي هي 4، بعدين عندنا 5 و6 8 و9، وبرضه في عندنا 5 و7 و9 اذا كانوا داون. ما في عندنا باث لما نوصل لهونا، ما في عندنا باث لو مشينا 6 بنطلع 8، 7 بتكون داون، فبرضه هاي مينيمم كات سيت. طبعا بنلاحظ ان الخمسه والسبعه والتسعه ما بتحتوي على كات سيت يعني جواتها، يعني ما بنقدر مثلا نحكي التسعه لحالها كات سيت او الخمسه لحالها كات سيت، صح؟ ونفس الشيء عندنا 6 و7 و8 برضه مينيمم كات سيت، فبيطلعوا عندنا التوتال نمبر اوف كات سيت في هذا المثال حيطلعوا 6، اللي هم 1 و2 و3 هاي الاولى، 4 الثانيه، 5 و6 رقم 3، 8 و9 رقم 4، 5 و7 و9 هاي رقم 5، و6 و7 و8 رقم 6. فعندنا هاي اول، هاي اهم خطوه في المينيمم كات سيت، انه عرفنا سي 1 1 و2 و3. اوكي، سي 2 4، سي 3 اللي هي 5 و6، سي 4 8 و9. اوكي، سي 5 5 و7 و9، وسي 6 اللي هي 6 7 8، عددهم يساوي 6. ان النمبر اوف مين كات سيت بهذا الاكزامبل طلع عندنا 6. هسه ضل عندنا البروبابيلتي اوف فيلر والفريكوانسي اوف فيلر. تطبيق مباشر في القوانين اللي اخذناها، احنا قلنا بالعاده مش حنطبق انه نمشي كل
البروبابيلتي اوف فيلر والفريكوانسي اوف فيلر كل التيرمز، لانه العدد تبعهم بيكون كثير كبير. فقلنا مثلا ممكن نطلب السكند ابر باوند، السكند لور باوند، ذاتس ات، يعني مش حيكون شيء اكثر من هيك. فمثلا في السؤال هذا عندنا السكند ابر باوند، طالما ان السكند ابر باوند كم تيرم حناخذ؟ حناخذ ثلاث تيرمز، اللي هو الترم الاول هذا الفيرست ابر باوند، صح؟ بعدين لما نطرح منه الترم الثاني اللي هو الفيرست لور باوند، الترم الثالث اللي هو السكند ابر باوند. فاذا في الثلاث حالات حنطلع، او في للبروبابيلتي اوف فيلر والفريكوانسي اوف فيلر حنجمع اول ثلاث تيرمز. فعندنا الترم الاول البروبابيلتي اوف فيلر، عندنا الترم الاول اللي هو هنا اوكي، اللي هي probability of C1 plus C2 plus كذا كذا لعند C6، اللي نجمع probability لكل C's. اوكي، بعدين الترم الثاني اللي هو هذا، هذا بصير اللي هو ال first lower bound، اللي هو minus C1 مع C2 C1 C3 C1 C4 ومنكمل، بعدين C2 C3 ومنكمل، آخر ترم حيكون عندنا C5 C6. عدد التيرمز الموجودات جوا الترم الأول 6، عدد التيرمز الموجودات جوا الترم الثاني اللي هو 6 over 2 أو يعني 6 يا 6 over 2 اللي هو بيطلع 15. عدد التيرمز الموجود هسه الفيرست أو السكند أوردر أبر باوند، السكند أوردر أبر باوند اللي هو بنجمع الترم الثالث اللي هو عندنا C1 C2 C3 C1 C2 C4 مكمل، آخر ترم حيكون عندنا هو C4 C5 C6، عددهم اللي هم 6 over 3. 6 over 3 اللي هي بتطلع، اتوقع اذا تطلع بتروح الثلاث مع الثلاثة بضل 6 بخمسة، 3 3 6 20، حتكون 20 تان. اوكي، فهاي هي طريقة الحل. هس بعدين نجيب البروبابيلتيز هاي. طبعا البروبابيلتي احنا عندنا المين اب تايم مين داون تايم، قلنا حنجيب منها البروبابيلتي اوف فيلر، او بنجيب منها الفيلر ريت اللي هو 1/20، والريبير ريت اللي هو 6 بير داي. نتاكد انه الثنتين نفس اليونت، بنطبق انه لامدا على لامدا بلس ميو مشان نطلع البروبابيلتي اوف بينج داون. طبعا كلهم سيستم ايدنتيكال كومبوننت، معناته كلهم لهم نفس البروبابيلتي اوف فيلر، فبنطلع بي دي. اوكي، بعد ما نطلع ان لامدا وميو، لامدا على لامدا بلس ميو بيطلع معنا بي دي. هسه البروبابيلتي اوف سي 1 اللي موجوده عندنا هنا هي شو بتساوي؟ انه واحد داون واثنين داون وثلاث داون، معناته كلهم طبعا اندبندنت. فبي 1 داون في بي 2 داون في بي 3 داون اللي هي بي دي كيوبيك. اوكي، هاي بي سي 1. نيجي على بي سي 2 ما فيهاش غير قيمه واحد وداون، فهي بي دي اللي هي probability of يعني down. بنيجي مثلا على C4، C4 كم كومبوننت فيها؟ 8 و 9، معناته بي 2 سكوير. بنيجي مثلا هاي يعني الترمات الباقيات خلص بنحسبهم بهاي الطريقه. نيجي على الترم الثاني اللي هو في C1 and C3. قلنا الانترسكشن هون مش زي الانترسكشن متعودين عليه ناخذ الاشياء المشتركه بس، لا، ناخذ الاشياء الموجوده في الثنتين والاشياء المشتركه بس بناخذ منهم واحده. هاي مش نفس معنى الانترسكشن تبع الايفنتس لما حكينا عنها في موضوع من كات ست. فبنيجي مثلا كمثال شو ماخذين؟ C1 او C5 و C6 واحدة منهم، والباقي كله حيكون طبعا نفس الاسلوب. C5 و C6 بنطلع على C5 و C6 شو كم عدد الكومبوننت فيهم؟ 5 و 6 7 مكررة مرتين فبناخذها مرة، 8 و 9 معناته في عندنا خمس كومبوننت او ايكوفالنت كومبوننت، معناته بتكون بي دي to the power 5. اوكي، بدك تاخذ مثلا C1 و C2، C1 و C2 اللي هي حتكون 1 و 2 و 3 و 5 و 6، فهن فيش ولا واحدة مشتركة بيناتهم. لا، C1 و C2 اللي هي 1 و 2 و 3 و 4 فيش ولا شيء مشترك بيناتهم، هم 4، معناته BD to the power 4 and so on. فكل الترمز اللي موجودات هون بنقدر نجيبهم نفس الطريقة. بنيجي على المجموعة الثالثة اللي هي second upper bound، عندنا C1 C2 C3 مثلا، باجي على C1 C2 C3 1 2 3 4 5 6 ولا واحد مكرره، معناته كم عددهم؟ حيكون عندنا 3 و1 4 و5 6، معناته هاي بي دي تو باور 6 مش 7. اوكي،
بي دي تو ذا باور 6. خلينا نشوف اللي تحت. يا مثلا سي 4 سي 5 سي 6 نفس الشيء، سي 4 اللي هي 8 و9، سي 5 اللي هي 5 7 9، وسي 6 اللي هي 6 7 8. لو عديناهم عندنا 8 و9 5 7 هي 4، 9 مكرر هون ما نعدهاش، بعدين 6 هاي صرنا 5، 7 مكررة وال8 مكررة، معناته تو ذا باور 5. اوكي، فاذا مشان هيك عندنا سي 4 سي 5 سي 6 اللي هي بي دي تو ذا باور 5، لانه بنعدهم على الطبيعي زي ما حكينا، بنعد وبنشيل الاشياء المكررة. 8 و9 مش، بعدين 5 7 9، 9 مكررة هاي صاروا 4، بعدين السبعة مكررة والثمانية برضو مكررة، ظلت عندنا الستة، فهي خمس كومبوننتس. إذا بي تو ذا باور 5، وكل كل الإليمنتس الموجودة في كل تيرم بنقدر نحسبهم. زي هون أنا حطيت هون إكزامبل على مجموعة منهم، حاولت الإكزامبل إني أختار من كل وحدة نوع يعني، فبنقدر نحسبهم، ومنها بنحسب probability of failure اللي هو second upper bound إلها. طبعا يعني انتم شايفين الارقام حتكون يعني مكرره، يعني هي العمليه حتى لو بتحلو كامل يعني مش هياخذ منك وقت كثير طويل، لان هي بس بتعد الكومبوننتس وبعدين بي دي تو ذا باور كذا، لان هو ايدنتيكال، فالامور بتكون سهل، الضرب يعني بيكون سهل. اوكي، فهذا الجزء الاول اللي هو البروبابيلتي اوف فيلر. نيجي على فريكوانسي اوف فيلر، نفس الشيء مطلوب الابر باوند او السكند اوردر ابر باوند للفريكوانسي اوف فيلر من قانونها، اللي كانت اول شيء البي مضروبه في الميو، بعدين نطرح البي الانترسكشن لكل ثنتين مضروب في الميو اللي هي مجموعهم، بعدين بنضيف البي بنصير ناخذ ثلاثات وانترسكشن اند سو اون. فاحنا بدنا اول ثلاث تيرم لانه المطلوب اللي هو سكند اوردر ابر باوند. فالفريكوانسي من القانون عندنا بي سي 1 في ميو 1 لعند اخر، طبعا بي سي 2 ميو 2 لعند بي سي 6 ميو 6، برضه نفس الشيء 6 تيرم. نطرح منها هذا الـ هذا اللور باوند، الفيرست اوردر لور باوند للفريكوينسي اوف فيلر اللي هو سي 1 سي 2 مضروبه في ميو 1 2 بار، وعرفنا شو الميو 1 2 بار اللي هي مجموع الريبير ريت للاشياء اللي موجوده في 1 و2 والمكرر بناخذ منه مره واحده. بنضلنا مكملين تا نوصل لاخر شيء اللي هي سي 5 سي 6 في ميو 5 6. بعدين هذا الترم الثالث سي 1 سي 2 سي 3 مضروبه ميو 1 ميو 2 ميو 3، بنضلنا برضه مكملين، بعدين سي 1 سي 3 سي 4 سي 1 سي 4 سي 5 اند سو اون، تا اخر تيرم نوصله اللي هو سي 4 سي 5 سي 6، هذا حيكون اخر تيرم عندنا مضروب بيو ميو 4 ميو 5 ميو 6. طبعا عددهم نفس المره اللي فوق، هون حيطلع هاي 10 او لا 6 اوفر 2 اللي هي 15، قلنا 6 في 5 اللي هي 30 على 2 15 يعني، و 6 اوفر 3 اللي حتطلع 20. اوكي، طبعا البي عرفناهن فوق، ففيش داعي اكررهم مره ثانيه. ضل عندنا الميو، نيجي نفترض مثلا ميو 1 2، طبعا ميو 1 ميو 2 هاي معرفات اللي الريبير ريت موجود هي هون ايدنتيكال، فكلهن 6 بير داي، فالميو لحالهن هذول سهلات. ضل عندنا ميو 1 2 بار، قلنا ميو 1 2 بار بروح على سي 1 وسي 2 بشوف شو الموجود فيهم، سي 1 وسي 2 اللي هم فيهم مثلا 1 2 3 4، فيهم اربع كومبوننت مختلفات، فمعناته حيكون عندنا ميو زائد ميو زائد ميو زائد ميو اربع مرات، فعندنا مضروبه 4 ميو، اذا ميو 1 2 حتكون 4 ميو. هاي ميو 1، طبعا ميو 1 مش للكومبوننت الوحده، ميو 1 معناته لسي 1، فسي 1 مثلا 1 2 3 ميو 1 حتكون ميو 1 او ميو 1 بلس ميو 2 بلس ميو 3 فحتكون 3 ميو. اوكي، بس خلينا نكتبها بنلاحظ هنا، هاي ميو 1 حتكون 3 ميو. اوكي، ميو 6 مثلا، ميو 6 حتكون برضو 3 ميو، ميو 5 مثلا حتكون 3 ميو، ميو 4 حتكون 2 ميو. اوكي، ميو 2 حتكون 1 ميو. نكمل عندنا مثلا ميو 5 6، وين 5 و 6؟ 5 و 6 هي هم كم على كومبوننت فيهم؟ 1 2 3 4 5، السبعة مكررة مرتين فخمسة، معناته حتكون 5 ميو. مثلا الترم الثالث اللي فيه مثلا ميو 4 5 6، ميو 4 5 6 اللي هي بنيجي على 4 و 5 و 6،
كم كومبوننت فيهم؟ 8 و9، 5 و7 و9، 9 كررت فهي بضعها مرة، 6 و7 و8، 7 مكررة و8 مكررة، معناته التوتال تبعهم حيكون كم؟ 5. فعندنا 500، وبنضلنا هيك حتى نخلص التيرمز. اوكي، فان شاء الله هيك يعني الاكزامبل واضح. زي ما حكينا احنا اهم شيء في المينيمم كات سيت انه نحدد المينيمم كات سيت، هاي هي. بعديها التطبيق مباشر على المعادلات، ما فيهاش يعني تعقيد. فالكات سيت نتاكد انها يعني ولا واحده فيهم فيها بروبر، يعني اي بروبر سب سيت منها يكون كات سيت. يعني ما بصير تكون مثلا 8 لحالها كات سيت، او 9، او مثلا 6 و7، او 7 و8 اند سو اون. واضح؟ فان شاء الله هيك الامور تمام. وهسه ننتقل للي هو موديول 4.2.